مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الثاني الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في حصة الرياضيات مع الأستاذ أيمن الكامل. تحدثنا من قبل أبناء الطلاب على التمثيلات والبيانات، وتناولنا جزئين من التمثيلات لعرض البيانات. الجزء الأول كان يتحدث عن التمثيلات بالنقاط، الجزء الثاني تحدث عن التمثيلات بالأعمدة. اليوم سوف نستعرض الجزء الثالث والأخير من الوحدة 12، وهو التمثيلات بالمصورات. الأهداف المتوقعة في نهاية هذا الفيديو أن يرسم الطالب تمثيلات بالمصورات ويستعملها في حل المسائل. السؤال الأول، صفحة 360، تدرب موجه. السؤال يقول: استعمل جدول إشارات العد لإكمال التمثيل بالمصورات، ثم استعمل التمثيل بالمصورات لحل المسائل الأدنى. هذا الجدول يتكلم عن الألوان المفضلة. اللون الأول هو الأزرق، الثاني أحمر وبنفسجي. وهنا إشارات إلى عدد الألوان المفضلة. اللون الأزرق لديه خمس ألوان من الأزرق، وست من الأحمر، وثلاثة من البنفسجي. هنا كل واحد من الأصوات يساوي قلم، أي أننا نمثل مكان هذه الإشارات نمثلها بأقلام، أي الصورة التي لدينا هي صورة قلم لكل صوت. اللون الأزرق لديه خمس إشارات، إذن نرسم خمس أقلام، 1، 2، 3، 4، 5. الأحمر لديه هذه العلامة تسمى 5 و1، أي أنها 6 علامات، أي 6 أقلام، 1، 2، 3، 4، 5، 6. اللون البنفسجي لديه 3 من الأصوات، أي أننا نرسم 3 أقلام، 1، 2، 3. بعد أن نقلنا الجدول أو كتبنا الجدول أو رسمناه بالمصورات، سوف نجيب على بعض الأسئلة. السؤال الأول، كم طالبا يفضل اللون الأزرق؟ نذهب إلى اللون الأزرق، نعد الألوان 1، 2، 3، 4، 5. إذن لدينا 5 طلاب يفضلون اللون الأزرق، نكتب العدد 5. السؤال رقم 2، ما اللون المفضل لدى معظم الطلاب؟ هنا يطلب مني اسم اللون وليس عدد الأكثر أو معظم الطلاب. ما اللون المفضل لدى معظم الطلاب، أي لدى أغلب أو أكثر الطلاب؟ الأزرق 5 والأحمر 6 والبنفسجي 3. إذا اللون المفضل لدى أغلب الطلاب هو اللون الإيه؟ أحسنتم، هو اللون الأحمر. الآن ننتقل إلى صفحة رقم 361، وسوف نتناول الأسئلة 3، 4، و5. تدرب مستقل. استعمل جدول إشارات العد لإكمال التمثيل بالمصورات، ثم استعمل التمثيل بالمصورات لحل المسائل الأدنى. كما تعلمنا، هذا الجدول يتحدث عن الفصول الأربعة. الفصل المفضل لدى بعض الطلاب هنا الربيع، لديه 4 طلاب، الصيف لديه 5 و5 أي 10، الخريف 6، الشتاء 2. ننظر أسفل الجدول، كل واحد من الأصوات يساوي هذا الشكل. إذن سوف نرسم عدد الذين يفضلون الربيع 4، نرسم 4 أشكال، نبدأ 1، 2، 3، 4. عدد الذين يفضلون الصيف 10، أي نرسم 10 صور من هذا الشكل، بهذا الشكل،
واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. عدد الذين يفضلون الخريف هما، هذه العلامة تعني خمسة ونضف لها واحد تصبح ستة، أي ستة يفضلون الخريف. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمس ستة. عدد الذين يفضلون الشتاء هم واحد اثنان. إذا نرسم صورتان فقط. إذا الأعداد لدينا الربيع أربعة، الصيف عشرة، الخريف ست، الشتاء اثنان. السؤال رقم أربعة، كم طالبا يفضل فصل الخريف؟ نذهب إلى فصل الخريف، نعد الصور التي رسمناها، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، إذا الجواب هو ستة. ممكن بطريقة أخرى نذهب إلى جدول الإشارات، الخريف لدينا خمسة هذا الشكل، وواحد أي أن لدينا ستة يفضلون فصل الخريف. السؤال خمسة، أي فصل؟ هنا يطلب مني اسم الفصل، يعني أكتب الربيع، الصيف، الخريف أو الشتاء. أي فصل يفضله أربع طلاب تحديدا؟ نذهب إلى كل الفصول ونعد. إذا وجدنا أربع طلاب فقط هم الذين يفضلون هذا الفصل، فنكتب اسم ذلك الفصل. الربيع، كم طالب يفضله أبناء الطلاب؟ أحسنتم، أربعة، وهنا يطلب مني الفصل الذي يفضله أربع طلاب، إذا ما هو الفصل؟ ممتاز، هو فصل إيه؟ فصل الربيع. ننتقل الآن إلى الجزء الثاني من درسنا اليوم، وهو الدرس الأول من الوحدة رقم 13 التي تتحدث عن الأشكال وخصائصها. السؤال الأساس، كيف يمكنني وصف الأشكال ومقارنتها وتقسيمها إلى أجزاء؟ أول شيء، يمكن رسم أشكال مستوية مغلقة أو تحديدها بناء على عدد الأضلاع والرؤوس، وسوف نتعلم ما هو الضلع وما هي الرأس. يمكن تصنيف الأشكال المستوية المغلقة وفرزها بحسب خصائصها، عدد الأضلاع وعدد الزوايا، سوف نعرف ما معنى الأضلاع ومعنى الزوايا، ثم ننتقل إلى المجسمات، وأخيراً تقسيم الأشكال المغلقة إلى أجزاء متساوية. هيا بنا. الأهداف المتوقعة في هذا الدرس أو في هذا الجزء من الدرس، أن نسمي الأشكال ثنائية الأبعاد بناء على عدد الرؤوس والأضلاع، أي إذا كان لدينا ثلاث رؤوس أو ثلاث أضلاع يسمى مثلث، أربع فيسمى شكل رباعي، خمسة يسمى خماسي، ستة سداسي، وهكذا. الجزء الأول من الدرس، هل الشكل مغلق أم مفتوح؟ كيف نعرف إذا كان الشكل مغلق أو مفتوح؟ ننظر إلى الشكل الأحمر، نجد أنه عبارة عن أربع خطوط لا يمكن الدخول إلى داخل هذا الشكل من الأطراف، إذا هذا الشكل يسمى شكل مغلق. الشكل الأزرق، واحد اثنان ثلاثة أربعة، أربع من الخطوط ولكن هناك مدخل، أي هذا الشكل يسمى مفتوح. الشكل الأحمر، هاي ثلاثة أضلاع، مثلث لا يمكن الدخول داخله، إذا هذا مغلق. هنا يمكننا الدخول، إذا هذا الشكل مفتوح. الآن نتعرف على المفاهيم الأساسية، مفهوم الضلع ومفهوم الرأس. ما هو الضلع؟ هو ذلك الخط، هو أحد الخطوط المستقيمة المكونة أو المكونة للشكل ثنائي الأبعاد، أحد الخطوط المكونة للشكل ثنائي الأبعاد، هذا يسمى ضلع، وهذا يسمى ضلع، وهذا يسمى ضلع، إذا لدينا ثلاث أضلاع. ما هو الرأس؟ هو نقطة التقاء ضلعين، هذا ضلع وهذا ضلع، إذا هذه المنطقة تسمى رأس، وهذه المنطقة تسمى رأس، وهذه المنطقة تسمى رأس، إذا المثلث له ثلاثة أضلاع وثلاث رؤوس، إذا في أي شكل ثنائي الأبعاد لديه نفس عدد الرؤوس هو نفس عدد الأضلاع. هنا لدينا ضلع اثنان ثلاثة أربعة، إذا أربع أضلاع، ورأس اثنان ثلاثة أربعة، إذا أربع رؤوس، إذا نستنتج أنه في أي شكل عدد الأضلاع يساوي عدد الرؤوس. بصيغة أخرى، عدد أضلاع أي شكل تساوي عدد رؤوسه. تدرب موجه صفحة 398،
أصل الشكل باسمه. الشكل الأول عبارة عن ثلاث أضلاع يسمى، أحسنتم، يسمى مثلث، نصل هذا الشكل بكلمة مثلث. الشكل الثاني به خمس أضلاع يسمى شكل، أحسنتم، شكل خماسي، إذا نصل الشكل هذا بكلمة خماسي. هذا الشكل به ضلع اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة يسمى شكل، أحسنتم، شكل سداسي، نصل هذا الشكل بكلمة شكل سداسي. وأخيرا هذا الشكل مكون من أربع أضلاع يسمى شكل، أحسنتم، يسمى شكل رباعي، أحسنتم. في نفس الصفحة، صفحة 398، أذكر عدد الأضلاع والرؤوس وأسمي الشكل. السؤال رقم 2، ضلع 2 3 4، إذا عدد الأضلاع 4، هل أحتاج لعد الرؤوس؟ لا، تأكدنا أن لدينا 4 أضلاع، إذا لدينا نفس العدد هو 4 رؤوس. اسم الشكل 4 4، إذا اسم الشكل إيه؟ أحسنتم، شكل رباعي. السؤال رقم 3، لدينا 1 2 3 4 5، إذا لدينا 5 أضلاع، وبالتالي لدينا 5 رؤوس، واسم الشكل هو شكل، ممتاز، هو شكل إيه؟ شكل خماسي. ننتقل الآن أبنائي الطلاب إلى فقرتنا الأخيرة، وهي فقرة الغلق الختامي، وسؤالنا المعتاد: ماذا تعلمنا اليوم يا أبطال؟ تعلمنا شيئين مهمين. الجزء الأول تعلمنا رسم تمثيلات بالمصورات لحل المسائل، وتعلمنا في الجزء الثاني تسمية الأشكال ثنائية الأبعاد بناء على عدد الأضلاع وعدد الرؤوس، وتعلمنا أن عدد الأضلاع هو نفسه عدد الرؤوس لأي شكل ثنائي الأبعاد. وإلى هنا أبناء الطلاب نكون وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.